الخامس أن ينوي الإمام الإمامة عند تكبيرة الإحرام. وهذه مسألة مهمة جدا، اللي يجون يصلون واحد يقعد يصلي الحالة يجي صف معاه يصير مأموم وهذا إمام، أو أن يشوف اللي يقضون صلاتهم مثلا بعد ما سلم الإمام واحد يجي واحد يصف وراء ويخلي إمام من جديد، على مذهب ما يصح، مذهب أحمد ما يصير، لازم يكون هو نوى الإمامة، لابد يكون نوى الإمامة، إن لم ينوي الإمامة ما يصير تصف جنبه وتكمل الصلاة معه، وذاك إنسان لا يصف مع إنسان هذا. قول الثاني غير المذهب أنه تصح، لكن الأولى الإنسان ما يفعل هذه الأمور. نعم.